شهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، شهد بما يتميز به شعب البحرين من سمات الترابط والتواصل التي تقوم على أساس من حب الوطن والإخلاص في العمل على تطوره وازدهاره، مشددا سموه على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقويتها باعتبارها تشكل درعا قويا وعنصرا ضروريا من أجل الحفاظ على المنجزات التي تحققت للوطن في كافة المجالات. وقال سموه: إننا نفتخر بأن مملكة البحرين ذات تاريخ حضاري عريق، ويحق لنا أن نتحدث بكل الاعتزاز عن ماضينا وعطاءات الأجيال من أبناء الوطن، وعلينا أن نقتبس من ماضينا العريق القيم النبيلة التي تنير لنا الدرب نحو تحقيق ما نتطلع إليه من مستقبل طموح لوطننا وشعبنا والأجيال القادمة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين والفعاليات الاقتصادية والصحفية، حيث تطرق سموه معهم إلى الحديث عن كل ما يهم الشأن المحلي والدولي. وخلال اللقاء أكد سموه أن مملكة البحرين كانت وستظل بلدا محبا للجميع في ظل ما يتميز به أبناؤها من صفات تعلي من قيم السلام والتعايش والتآخي باعتبارها قواسم إنسانية لا غنى عنها لتقوية الصلات بين الشعوب وتحقيق التقارب الذي يسهم في الارتقاء بالبشرية وتطورها. وأشار سموه إلى أن العالم يمر في الوقت الراهن بظروف متغيرة وتطورات متسارعة، لا سيما في وسائل الاتصال والمعلومات، وعلينا أن نعمل على الاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التطورات التكنولوجية في كل ما يخدم المصالح الوطنية وتفادي الانسياق وراء كل ما من شأنه أن يزرع الفرقة والانقسام بين أبناء المجتمع الواحد. ونوه سموه بالدور الذي يقوم به كتاب الرأي ورجال الصحافة والإعلام في تنمية الشعور الوطني وتنوير الرأي العام تجاه مختلف قضايا الوطن والمنطقة، معربا سموه عن اعتزازه بما تتميز به الصحافة البحرينية من تطور على صعيد الموضوعية والمهنية.